مكافحة تقييد الحريات وعدم الوصاية على الشعب المصري في اختيار من يمثله أو يحكمه، ومكافحة تزوير إرادة المجتمع، ومقاومة القوانين المعيبة التي تجرم من يقوم بالتعبير عن رأيه بالتظاهر في صورة سلمية، ومقاومة غلق منابر التعبير عن الرأي من وسائل الإعلام المختلفة، أو تجريم من يعبر عن رأيه بدون تجاوز أو إساءة. مكافحة انعدام الأمن عن طريق مقاومة اللا أمن الذي يعيشه المواطن المصري الآن في صورة القمع الشرطي الذي أصبح يطال الجميع تحت دعوى مكافحة الإرهاب، متمثلا في ترويع المواطنين الآمنين مع انتهاك حقوق الإنسان سواء بالإهانة أو التعذيب أو السجن والقتل، أو من خلال الانفلات الأمني بإطلاق الدولة للمجرمين والجنائيين يروعون المجتمع ويعيثون في الأرض فسادا.